أن محل التقوى في القلب، وأن ادعاء التقوى وادعاء كذا هذا يصدقه عمل الإنسان، لأن ما في القلب يظهر على الجوارح، ما في القلب يظهر على الجوارح. فالقلب هو ملك الأعضاء ومتصرف الأعضاء، القلب ملك الأعضاء ومتصرف الأعضاء. ولذلك أي إنسان يدعي التقوى وعمله يخالف ما يدعي فهو كاذب، كاذب. لذلك يقولون الأطباء أحيانا، بعض الأطباء النابهين أحيانا من دون ما يعني يستعمل أدوات الفحص يعرف بأن هذا المريض لديه تعفن في المعدة أو مشكلة في المعدة، يقول كيف حبيبات تظهر مثلا على الشفتين أو يحصل هناك إشكال في اللسان، يقول هذا عنده تعفن في المعدة، عنده قرحة، عنده كذا، عنده كذا مثلا. ولذلك الآن شخص أعماله تخالف أقواله، كيف تقول يقول بأنه من المتقين؟ تقوى ها هنا يعني محلها القلب ويظهر أثرها على الجوارح، لأن مثل ما ذكرنا نحن بأن القلب هو ملك الأعضاء ومتصرف الأعضاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول التقوى. للأسف الشديد بعض الناس استعمل هذا الحديث أو هذه اللفظة من الحديث استعملها على صحته، صحيحة في صحيح الإمام مسلم، وظفها توظيف على غير مراد الله وعلى غير مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف ذلك؟ الآن بعض الناس يرتكب معاصي وذنوب ومخالفات، فإذا قلت له قال يا أخي التقوى ها هنا. بعض الناس ما يصلي، ولما تنصحه قال يا أخي التقوى ها هنا. طيب التقوى ها هنا هي اللي تجعلك تصلي، هي اللي لو كانت التقوى ها هنا كنت من المصلين ومن المسابقين إلى الصفوف الأولى. بعض الناس والعياذ بالله يشرب الخمر ويذكر قال يا أخي التقوى ها هنا، سبحان الله العظيم، التقوى ها هنا وتشرب خمر؟ إذن ما منعتك التقوى عن اللي عندك هذه، ما أدري شلونها ونوعها، ما منعتك عن شرب الخمر وتنتهك حرمات الله عز وجل مثلا؟ ولذلك التقوى ها هنا ليس المراد أن يعني التقوى ها هنا وتعمل ما تشاء، لا، التقوى ها هنا يعني محلها القلب ويظهر أثرها على الجوارح.